أقامت مطرانية الأرمن الأرثوذكس في عمان حفل استقبال للأرشمندريت إفيديس إبرجيان بمناسبة اعتماده نائباً لبطريركية الأرمن الأرثوذكس ورئيساً لكنيسة الأرمن الأرثوذكس في الأردن خلفاً للمطران فاهان توباليان. وحضر حفل الاستقبال الذي أقيم في باحة كنيسة القديس طاطيوس عدد من ممثلي الكنائس الرسولية والكنيسة الأرمنية وشخصيات رسمية وعامة وجمع من أبناء الرعية. وألقيت في الاحتفال عدد من الكلمات التي رحبت بقدس الأرشمندريت بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المقطوعات المرتلة باللغة الأرمنية. وفي ذات السياق ترأس سيادة المطران سيفان غريبيان النائب البطريركي في القدس القداس الاحتفالي بتدشين أيقونات جديدة داخل كنيسة القديس طاطيوس بحضور عدد من الآباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية. كما قام سيادته بمباركة ورش حجر منحوت للصليب بالميرون المقدس وضع على مدخل الكنيسة. اليوم الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية بالعمان احتفل القداس الإلهي، وبنفس الوقت اليوم سيدنا المطران نائب البطريركية بالقدس إجا سيدنا سيفان غريبيان، هو المطران أصيقليفا وبنفس الوقت نائب البطريرك بالقدس، إجا رسم الصور الأيقونات الجداد تبع الكنيسة مصر تاتيوس مارتا تاتيوس بعمان. وكمان بنفس الوقت عشان عيد الشهداء الأرمن اللي اندبحوا ب 1915 حطينا حجر، إجانا هدية حجر من الطائفة ورسمنا الحجر كمان بالميرون. احتفال تركز مطران سيفان غريبيان نائب البطريركية بالقدس ورئيس أساقفة، وقداس صار بالكنيسة مرتاتيوس بالجبل الأشفية كنيسة الأرمن. بالنسبة لليوم برضو في عنا مناسبة ما بتحصل كتير، بتحصل كل يعني 20 سنة كل 25 سنة مرة، اللي هي تدشين وتكريس التجديدات داخل الكنيسة، الرسومات الجديدة، لوحات جديدة، أيقونات جديدة. بموجب القانون الكنائسي لازم هاي الأيقونات تتكرس وتتقدس عن طريق مطران من بطريركية الأرمن في القدس، إضافة إلى تكريس الحجر، حجر الصليب. حجر الصليب هو فن خاص في الشعب الأرمني، وعادة يقام على مداخل الكنائس، يعني خارج الكنائس مش داخل الكنائس، واعتبرته منظمة اليونسكو فن خاص في الشعب الأرمني، واعتبرته من التراث الإنساني الذي لا يقدر في تاريخ. آمين.